شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ ضربوا عنا حد المخيم. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية، هن الأضخم من أول الحرب. ثواني معدودة هدت إسرائيل 6 مباني على الناس اللي كانوا فيهم، على الناس اللي كانوا بالشارع. في عالم مش قادر أشيل حدا أنا. الجيش الإسرائيلي أعلن بشكل رسمي أنه استهدف المقر الرئيسي لحزب الله. الإعلام الإسرائيلي تداول اسم حسن نصر الله أنه هو المستهدف، والأنابل اللي استخدمت مضادة للتحصينات وأمريكية. قبل المجزرة بدقائق كان نتنياهو بالأمم المتحدة عم يعطي خطاب حربي، قال أنه ما في محل بالشرق الأوسط ما بتوصل له إيد إسرائيل. غارة على الغازية تانية برا الضاحية، كملت الغارات على الجنوب والبقاع. هادي هلأ بالنبطية. بكفر سير نقصف مقر للدفاع المدني، والكرك زحلة شيعت 15 شهيد من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل قبل بليلة. بالبر حشدت إسرائيل قوات إضافية على الحدود. أعلن الجيش أنه خلص تجهيز لواءين احتياط. اليونيسف غير التقييمة للوضع بلبنان، انتقلنا من وضع مأزوم لوضع كارثي. ومنظمة Save the Children قالت أنه 140 ألف طفل تقريباً تركوا الجنوب مع عيالهم من وراء الحرب.